مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء متقلبة وهناك أمطار متفرقة مع زخات رعدية في أماكن مختلفة من المملكة. تشتد هذه الأمطار في النصف الثاني من أيام هذا الأسبوع، وبالذات مع نهاية الأسبوع، وبالذات المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية من المملكة، وأحيانا تمتد إلى مناطق أخرى. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا، نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة بدءا من يوم الأحد. المناطق الشمالية الغربية 33-22، الشمالية الشرقية 31-19. الأجواء في المناطق الشرقية والوسطى حارة نسبيا إلى حارة. المنطقة الشرقية 36-26 مع غبار مثار وتدني لمدى الرؤية الأفقية. المنطقة الوسطى 36-25، وكذلك المنطقة الغربية العظمى 35 والصغرى 28. أما المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، خاصة في فترة ما بعد الظهر. يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة. المناطق الشمالية الغربية 33 العظمى والصغرى 21. الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر 30-19. المنطقة الشرقية والوسطى وأيضا المنطقة الغربية أجواء حارة. المنطقة حارة إلى حارة نسبيا. المنطقة الشرقية 35 العظمى والصغرى 24. كذلك المنطقة الوسطى 35 العظمى والصغرى 24. المنطقة الغربية 36-27. والمناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، طقس معتدل من حيث درجات الحرارة، العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء الأجواء في المنطقة الشمالية الغربية تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا، العظمى 32 والصغرى 20. المرتفع المناطق الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر، العظمى 29 والصغرى 18. أجواء حارة نسبيا في المنطقة الشرقية 34 العظمى والصغرى 25. كذلك حارة نسبيا في المنطقة الوسطى 35-24. والمنطقة الغربية 36-27. والمناطق الجنوبية الغربية 25-14 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية، العظمى في الشمالية الغربية 31 والصغرى 21. الشمالية الشرقية 30-19. أجواء حارة نسبيا في المنطقة الشرقية 34-25. كذلك في المنطقة الوسطى 35-23. وأيضا المنطقة الغربية حارة نسبيا 36-28. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 24-14 درجة مئوية. يوم الخميس القادم استمرار الأجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 33 العظمى والصغرى 22، 30-20 في المناطق الشمالية الشرقية، واستمرار الأجواء الحارة نسبيا في المناطق الشرقية والوسطى والغربية. المناطق الشرقية أو المنطقة الشرقية العظمى 34 والصغرى 25، المنطقة الوسطى 34-24، والمنطقة الغربية 36-29. الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 24-14 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم تنشط الرياح وبتتأثر المملكة، خاصة المناطق الجنوبية، وخاصة بعد يوم الخميس بالذات معظم المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية ستتأثر بحالة من عدم استقرار جوي، وبتتكاثر الغيوم الركامية والركام المزني، وتسقط زخات رعدية
خاصة يومي الجمعة والسبت والأحد بإذن الله. لكن الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 33-22، الشمالية الشرقية 33-21، حارة نسبيا في المنطقة الشرقية 34-25، وكذلك الوسطى 34-25. المنطقة الغربية تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار مع وجود غيوم على ارتفاعات مختلفة، وبعد يوم الجمعة تسقط زخات رعدية من المطر بإذن الله، والعظمى 35 والصغرى 28. المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 25 إلى 23 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.